تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح السعادة، وصباح الصحة، وصباح التفاؤل. أتمنى لكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء يوم موفق، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. الشعور مستمعين الأعزاء دائما بالتفاؤل والسعادة يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل الله نبدأ، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأيضا أصبح على الأخت آمنة العلي. أهلا فيك أخوي عبد الله. الله يحييك، وصباح النور والسعادة. أنا محدثكم مستمعين الأعزاء عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم على الأرقام 6005514114، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار في الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر عن موضوع إصابة الأطفال بالفوبيا ومستجدات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. بتكون معانا إن شاء الله تعطينا المستجدات هاي زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. وفقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان الوجبات الخفيفة الصحية للأطفال، وبتكون معانا إن شاء الله عبر الهاتف الأستاذة لمياء مصطفوي خبيرة التغذية في هيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان عيادات تقييم حالات كوفيد-19 الإيجابية، وأيضا بتكون معنا الدكتورة فوزية أحمد عبدولي استشاري ومدير مركز البدعة الصحي. فهي كلها فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 6005514114، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرة الأخبار اليوم. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الخوف لدى الأطفال يعد أمرا طبيعيا في غالب الوقت، ولكنه في بعض الحالات قد يمثل مشكلة نفسية خطيرة، حيث أنه قد يشير إلى إصابة الطفل بالفوبيا. وأوضحت هذه الدراسة أيضا أو الرابطة أن الخوف لدى الأطفال يشير إلى الفوبيا، ويستلزم حينها استشارة طبيب نفسي إذا كان مصحوبا بأعراض جسدية أيضا، مثل خفقان القلب ونوبات التعرق وأيضا الدوار وضيق التنفس، حيث يشير هذه الأعراض إلى إصابة الطفل باضطرابات الهلع. وأيضا الدراسة أشارت الرابطة إلى أن خطر إصابة الأطفال باضطرابات الخوف والقلق يرتفع لدى الأطفال المصابين بعيب خلقي في القلب، خاصة في سن المدرسة، وذلك وفقا لنتائج الدراسات العلمية الحديثة. كما يرتفع لدى هؤلاء الأطفال خطر الإصابة بالاكتئاب واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه. وأشارت هذه الرابطة أيضا إلى أنه بشكل عام ترفع الأمراض المزمنة مثل داء السكري وخطر إصابة الطفل بأمراض نفسية
النفسية أيضا، لذا يتعين على الوالدين الانتباه إلى التغييرات الطارئة على سلوكيات الطفل وحالته النفسية، والحرص دائما على طلب المشورة الطبية في الوقت المناسب لتخفيف العبء النفسي الواقع على الطفل. اختيامنا صباح الخير. اهلا فيك اخوي عبد الله، صباح النور. الله يحييك. ننتقل ايضا معاكم مستمعينا الاعزاء من فقره الاخبار الى فقره السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي واهم المتداول فيها مع زميلتنا الاخت اسماء الجناحي. اختي اسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافيه. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعي اذاعه نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله أختي أسماء بالنور والعافية. وشو بتعطينا اليوم مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ في البداية نحن دائما نأكد على الالتزام بإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ اللقاح أو اللقاحات، هاي كبداية. لكن أمس كنا حاطين نشرة وكان لها تفاعل وايد كبير على الانستجرام. النشرة تقول اللقاحات الثلاثة التي توفرها هيئة الصحة بدبي، وشرح تفصيلي عن كل لقاح. لقاح فايزر بيونتك تقنيته الحمض الريبوزي المرسال، عدد الجرعات جرعتان، مكان حقن الجرعة عضلة اليد العليا، الفترة ما بين الجرعتين 21 يوما. بالنسبة للقاح أكسفورد أسترازينيكا، التقنية هي تقنية لقاح ناقلات فيروسية، عدد الجرعات جرعتين، مكان حقن الجرعة عضلة اليد العليا، الفترة ما بين الجرعتين 10 أسابيع. بالنسبة للقاح سينوفارم، تقنية فيروس غير نشط، عدد الجرعات جرعتين، مكان حقن الجرعة عضلة اليد العليا، الفترة ما بين الجرعتين 21 إلى 28 يوما. في رسالة أيضا كانت مهمة تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي، تقوم اللقاحات بتحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19، وهي لا تسبب المرض نفسه. هاي أيضا هي كانت من النشرات اللي كان يعني لها أكثر نسبة تفاعل. من ضمن الأسئلة اللي كانت وصلنا، من هم الفئات اللي حاليا يقدرون يأخذون مواعيد في هيئة الصحة؟ هم للمواطنين والمقيمين فوق 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم من حاملي إقامة دبي. هذول الأشخاص بدون يحتجزون لأي نوع من أنواع التطعيمات الثلاثة اللي تم ذكرهم اليوم. طريقة حد الموعد إما عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الرقم 1-800-342. أيضا من ضمن الأسئلة اللي توصلنا، هل ممكن للسائحين الحصول على تطعيم؟ هيئة الصحة بدبي تقدم خدمة التطعيم فقط لحاملي إقامة دبي. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، لبس الكمامة، والتباعد الجسدي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا لك أختي أسماء الجناحي على هاي المستجدات الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا، قبل أيضا لا نطلع الفاصل، نحب أن نذكركم بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. ودائما نذكركم أن جميع مراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي يجب أن يعني تكون بمواعيد مسبقة. ومراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز اليسيلي الصحي. طبعا بالإضافة إلى مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة أيضا ونادي النصر الرياضي. أما مراكز الفحص دون موعد مسبق، منصات فحص كوفيد-19 بمراكز التسوق في إمارة دبي، مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرا. قبل أن نطلع الفاصل أيضا مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون اليوم فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان الوجبات الخفيفة الصحية لدى الأطفال، وبتكون معنا عبر الهاتف
الأستاذة لميا مصطفوي، وحديثنا معها عن وجبات الخفيفة للأطفال، كم هي عدد الوجبات، وأيضا هل يعني الوجبات هاي مفيدة أو صحية للأطفال. تواصلوا معنا مستمعين الأعزاء على الرقم 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006 وفاصل راجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل معاكم إلى فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان الوجبات الخفيفة الصحية للأطفال، وكون الموضوع اليوم للأطفال وأكيد طبعا تخصص آمنة العلي. طبعا أعزائي المستمعين، تعتبر الوجبات الخفيفة مهمة جدا في غذاء الطفل اليومي، واليوم بنتعرف أكثر مع الأستاذة لميا مصطفوي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي على الوجبات الخفيفة اللي ممكن نعطيها أطفالنا وتكون في نفس الوقت وجبات صحية. فصباح الخير أستاذة لميا. ألو هلا أختامي، يعطيك العافية حبيبتي. أهلا فيك أستاذة لمية، صباح الخير. صباح النور أستاذة لمية. إذا ممكن تعلين صوتك شوية عشان سمعت أحسن. هلا حبيبتي، قولي لي. أهلين، احنا اليوم طبعا معاك في البرنامج استاذة لمية عشان نعرف اكثر عن الوجبات الخفيفة اللي في نفس الوقت ممكن تكون مفيدة للاطفال. وطبعا مثل ما تعرفين الحين معظم الاطفال في نصهم ردوا للمدارس، والغالبية بعدهم تعليم عن بعد، فكيف ممكن نحن نفيد الاهالي بالعدد الوجبات الخفيفة في اليوم، وشو هي طبعا الوجبات الخفيفة الصحية؟ مثل نبدأ أول شيء مثل ما قلتي، ما نتكلم عن الوجبات الخفيفة. هي تعتبر الوجبات الخفيفة اللي هي إحنا نتكلم عن كلها عامة هي سناكس، زين، قسم مهم في غذاء الطفل اليومي. ويفضل الأطفال تناول الأطعمة خلال اليوم، هم هاي هواية عندهم، بس يتمون يأكلون ما يفكرون هو هل أنا شبعانة ولا أنا لا، بعدني أحتاج أكل. ومن الصعب عليهم أنهم يحصلون على كل العناصر الغذائية والمفيدة الضرورية لنموهم السليم من خلال ثلاث وجبات رئيسية اللي هي الريوق والغداء والعشاء. عشاء معدتهم صغيرة، فالطفل كثر ما هو يأكل هو بعدها ما قاعد يأخذ التغذية الضرورية اللي هو يحتاجها. عشان تي احنا نحتاج أن الطفل يأخذ من بين 5-6 وجبات يومياً، اللي هي مثلا تقولين ريوق، الضحى، الغداء، العصر، العشاء. هل وجبات اللي احنا نلتزمها، بس في حالات نقول لا، قبل النوم يحتاج الطفل ياخذ بعد شيء، وهالشيء عشان الطفل ياخذ كل العناصر الغذائيه المفيده اللي عشان تغذيه جسمهم. انزين، في كل الناس والله الوجبات الخفيفه ولا وجبات صحيه. انزين طبعا الوجبات خفيفة في منها، وفي منها وجبات نقدر احنا نخليها وجبات خفيفة صحية. في نهاية المطاف من السهل الوصول الى الشيبس والحلاوة وهالاشياء من الوجبات الخفيفة، بس في الواقع فان تناول وجبات خفيفة يشكل مخاطر صحية عديدة، مثل زيادة الوزن ومخاطر التي تترافق مع الأطعمة التي تحتوي على الملح، إضافات السكر، الدهون السيئة، والسعرات الحرارية الزائدة. ومع ذلك فإن تناول الوجبات الخفيفة وتناول الطعام بشكل صحي لا يتناقضان، فمن الممكن جعل الوجبة الصحية الخفيفة هي أصلاً الصالح جندي. لذلك لأن الكثير من الأطعمة الصحية هي سريعة وسهلة لتناول الطفل، مثل فواكه، عصير، بتطرق لها شيء أكثر.
تناول الوجبات الخفيفة سبيل رئيسي للترفيه بالنسبة إلى العديد من الأطفال. هذا ليس سيئا بالضرورة، فقد تساعد الوجبات الخفيفة أن يضبط الشعور بالجوع خلال اليوم أو أثناء خروجك من المنزل، وكذلك توفير طاقة وعناصر المغذية المهمة. نعم أستاذة لميم، إذا حبينا نعرف الحين شو هي الوجبات الخفيفة الصحية اللي ممكن نعطيها لأطفالنا ويستفيدون من العناصر المتواجدة فيها؟ إنزين، مثل الأمثال على الوجبات الخفيفة مثلا أن الفشار، الأجبان بأنواعها، الفواكه الطازجة، الفواكه المجففة، الخضار، المكسرات، التمر، اللبن، الروب. مثلا لو نسوي مثلا مسوين على غداء دياي أو لحم، نقدر ناخذ قطع منها ونسوي لهم السناك العصر. مثلا كيف أنا أقدر أشجع الطفل أنه يأخذ هالشيء؟ أنا أول شيء الأم والأبو لازم يكونوا قدوة لهم، بعدين نحط الطبق هذا، ما نقول لهم ترى في المطبخ موجود، هذا ما ينفع، لازم تحطينه قدام نظرهم، إن الياهل يعرف إن في شيء لو قدام نظرك بتحطينه، بس لو موجود وأحطوه داخل ما حد يروح بياخذ. بالضبط. وبعدين حطي أنتي كذا خيار، يعني مش بس أنا حطيت وجبة واحدة خلاص فواكه مجففة، هذا فواكه مجففة وخلاص، لا أحط لهم كذا خيار عشان الياهل يعرف شو ياخذ. بعدين الطفل حاولي إنه هو اللي يختار، يقول لك ماما أنا باليوم الشيء الفلاني، إذن شو تبون اليوم؟ أنا بحب شيء الفلاني، هو يكون يختار. يعني لو هو حد يختار الشيء يكون مش صحي، إحنا نحاول طريقة ما نخليها صحية. مثلا نقطع الفواكه ولا الخضار بأشكال أو حروف، إن الياهل يتشجع ياخذها أكثر. وبعدين مو كل يوم نفس الشيء، لازم يكون في تنوع. وبعدين خلي طفلك هو اللي يساعدك ان انت تحضر الوجبه هذه. نعم، وطبعا استاذه لمية، الطفل لما يتعود انه يمارس مثل هاي الاشياء بيحب الفواكه والخضروات عن تجربه، يعني اذا مره من المرات زينتي معاهم الفراوله او التوت بطريقه يعني الابتسامه او بطريقه الورده، الطفل بيرسخ في مخه دائما يوم بتيبي له هالنوع من الفاكهه اني انا بشكلها وباكلها، او انت يبي لي اياها بهالشكل، وبتستوي نفس عادة عند الطفل. حتى ممكن نقول أستاذة لمية أن نقدر نستعين بالعديد من البرامج أن نحن نحسن من طريقة تقديم الفواكه، يعني مثلا الموز أو الفراولة أو غيرها من أنواع الفواكه، في برامج كثيرة تساعدنا على تشكيل الفواكه بأشكال جميلة. فإذا تطرقين لهذا الموضوع أن كيف ممكن نحن نخلي هذا الطبق الصحي مقدم بطريقة مثل ما يقولون مبتكرة وجاذبة للأطفال. زين، انت مثلا لو كانت باقل شيء، يعني تقولي مثلا الخبز السلاي مثلا بنبدا احنا، اوكي انت بديتي بالفواكه بدا معك بالفواكه، مثلا لو اجيب مثلا مثلا تفاحه احط لها بالحلج، مثلا الموز اقصها سلايس واحط لهم اياها عيون، مثلا زيتون انا احط في العين مثلا من داخل. يعني احاول انت باي طريقه تزينين الطبق للطفل ان الطفل يتشجع ان هو ياخذه، ما يكون بس فاكهه محطوطه في صحن وتقدمين لي اياه. مثلا احط الفواكه في عود مثل ما يشوفونها الاطفال في الرسوم المتحركه. صحيح. حاول مثلا انك مثلا مثلا تحطين مثل ما تقولين ديبينج مع صلصة معاها، مثلا مش لازم صلصة تكون نتشلع عشان تكون هي والله الياهل تشجع فيها، كانت تحطين زبدة الفول السوداني، كانت تحطين مثلا روب مع لبنة مع خيار مع الخضرة، عتبناهم بس يسوونها ديبينج ويأكلونها، هالشي يكون متعة لهم أكثر. حتى أستاذة لمية ممكن إحنا أشياء الأم ما تنجذب لها فيتأثرون الأطفال إنهم ما ينجذبون لهذه الأكلات، مثلا زبدة الفول السوداني، يعني أنا كأم ما كانت يعني هاي يعني هالشيء يعني من الأطعمة اللي ما أقدر أستسيغها، بس سبحان الله يوم جربتها مع الأطفال الأطفال حبوها، وقريت إن هي لها فوائد كثيرة. لها فوائد فعلا. نعم. وحلو الياهل ياخذ بالعكس ينمي له. فشو تنصحين الأمهات اللي مثلا الأم ما تحب نوع معين من الفواكه أو ما تحب نوع معين من الخضار، فشو نصيحتك للأمهات اللي مثلا هم أصلا ما يحبون هذه الأنواع من الفواكه، شو يسوون؟ هل يبدون يعطون أطفالهم يجربون يمكن هم يحبون؟ أعطوا الأطفال لو أنتم ما تبون يمكن الطفل يستصيغه.
مش لازم اللي انت ما تحبين طفلك ما يحبه. نعم. نوعوا لهم كل يوم بنوع جديد، كل يوم يعني لا تمكسون كل شيء مع بعض، نوعوا لهم عشان الياهل يقدر ياكل من كل نوع. نعم. يعني احنا تعودنا خلاص شيء وننتمي له، خلاص ما نبي ما نغيره. لا، حاول الطفل لا نوعي له كل يوم شيء عشان هو كل يوم يصطفى كل يوم طحن جديد. نعم. أستاذة لمية، هل التوقيت أهمية؟ يعني إذا توقيت الوجبات الخفيفة نحط لهم توقيت معين، أو متى ما حسينا أن الطفل مثلا أنا هذا بطرق لك فيه بعد، أن الطفل يحتاج فاصل بين الوجبة الخفيفة والوجبة الرئيسية عشان يأكل بشراهة، ويجب أن يزداد عدد الوجبات بين، ما قلت أنا 2-3 وجبات في اليوم الواحد. إذا كان يبت الطفل الجوع فهذا الوجه عرفي أن الوقت هذا مو مناسب، يعني وجبة الوجبة الرئيسية حسيت طفلك لا مش جوعان، عرفي أن وجبة السناك اللي أنت أعطيتيها طفلك هذه ما كانت وجبة مناسبة، يعني الوقت ما كان مناسب. ليش؟ لأنه هو بعدم يحس خلاص هو ممزور، يعني مو قادر أنه يأكل أكثر، عرفتي؟ فحاولي أن الوقت هاي تبكرينه أو أن تأخرين شوية وجبة الوجبة الرئيسية. نعم. أستاذة لمية، طبعا دائما نحن حديث اللي يخص الأطفال الأخت آمنة العليهي تكون متخصصة في هذا الجانب للحوار، ولكن أنا أيضا يعني من خلال التجربة دائما أسمع أستاذة لمية بأن يعني، وهذا وايد الحقيقة أسمع، أن الطفل ما يحب يأكل، لا يحب يأكل وجبة الفطور ولا الغداء ولا العشاء، فتضطر الأم في كثير من الحالات أن تترك الولد يأكل اللي يبغي. وأنا فعلا أشوف يعني ولد أخوي مرات كذي تشوفه يعني يقولون ما يأكل شيء، لا متريق ولا متغدي ولا متعشي، فتضطر الأم أن تعطي اللي يقدر يأكله، يعني أي شيء يأكله، قد يكون حتى الوجب اللي يأكلها أو السناك اللي يأخذه مش صحي. فشو تفسرين هاي السلوكيات، وكيف يعني الأم تتعامل مثل هالحالات؟ هذا أكيد في شيء هو الطفل يأخذ بيل، أو الطفل يكون مثلا مشغول بشيء ما، فعشان ما يبقى يقطع انشغاله باللعب ولا بالتلفزيون ويروح يأكل. فاهتمام الطفل أكثر في هالسن يكون يا تلفزيون يا ألعاب البلايستيشن. نعم. يا مثلا ألعاب اللي هو يلعبها عادة. فإحنا نحاول أن في الفترة هاي مثل ما هو مشغول نحاول النقمة. صحيح. في الفترة اللي هو أردي يكون مشغول نحاول النقمة، أو نخلي نقول له خلاص هالفترة مش لفترة اللعب، نسكر اللعب كلها، نسكر ليدات الغرفة، نسكر ليدات الصالة مثلا، وخلاص هذا وقت أن إحنا نقعد في المطبخ ونأكل، ونحط له في الكرسي وهذا وقت الأكل، خلاص ما في مجال انك تتغير الوقت هذا. نعم. وما أكل خلاص أعود إنه ما أكلت، خلاص ما في شيء بعد ترى. طبعا أستاذة لمية، حديثنا حول تغذية الأطفال والوجبات الخفيفة والوجبات الصحية يطول وشيق، ولكن وقت الفقرة هذه انتهى اليوم، وأتمنى من المستمعين أنهم كانوا استفادوا معنا على الأقل إن بالوجبات الخفيفة الصحية اللي يقدمونها لأطفالهم. شكرا لك أستاذة لمية مصطفوي، أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات القيمة. جزاك الله خير. نعم أختي آمنة، أن يعني دائما فقرات الأطفال يعني مواضيع كثيرة وشيقة، ونحتاج دائما إن شاء الله أن نكثر من هاي النوع الفقرات والمواضيع اللي دائما فيها نوع من يعني تثقيف الأسرة عن سلوكيات مختلفة للأطفال. ناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل يوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان عيادات تقييم حالات كوفيد-19 الإيجابية. اختي آمنة، عندنا احنا أصلا وصلتنا أيضا بعد ملاحظتين على الرسائل النصية، وبنرد إن شاء الله عليهم بعد ما نرجع من الفاصل مع الدكتورة فوزية أحمد عبدولي، استشاري ومدير مركز البدع الصحي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ومرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل مستمعينا
إلى فقراتنا اليوم وآخر فقرة حاليا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وتحت عنوان عيادات تقييم حالات كوفيد 19 الإيجابية. وطبعا أخوي عبد الله، استحدثت هيئة الصحة بدبي مؤخرا عدد من العيادات الخاصة بتقييم حالات كوفيد 19 الإيجابية ضمن جهودها الرامية إلى تقديم خدمات متميزة لهذه الفئة من المرضى. وطبعا الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فوزية أحمد عبدولي، استشاري ومدير مركز البدع الصحي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور. هلا، اهلا فيك دكتوره. مرحبا دكتوره فوزي، صبحك الله بالخير والعافيه. صبحك الله بالنور والسرور اخوي. الله يحييك دكتوره. نحن طبعا عندنا تساؤل من احد المستمعين على يعني الرسائل النصيه، فيمكن نخليه اثناء الحوار معك بنسالك، او يمكن نحول الاستفسار هذا على يوم الثلاثاء، لان احنا مخصصين يوم الثلاثاء كل اسبوع برنامج خاص عن مستجدات كوفيد 19 ان شاء الله. دكتوره طبعا احنا في البدايه حابين ان يعني تعطينا فكره عامه عن عيادات تقييم حالات الكوفيد 19 واماكن تواجدها في هيئه الصحه بدبي. أنا من خلال منبركم أتمنى الصحة والسلامة للجميع. عيادات تقييم حالات الكوفيد هي للأشخاص المصابين فقط، يعني اللي عندهم نتيجة إيجابية بعد عمل فحص مسوحات البي سي آر. نحن في عيادات تقييم حالات الكوفيد نقوم باتباع البروتوكولات المعتمدة محليا ودوليا حق العلاج وحق متابعة المرضى. تتوفر حالياً 3 عيادات تابعة لهيئة الصحة بدبي لتقييم حالات الكوفيد: مركز البدء الصحي، مركز الخوانيج الصحي، ومركز البرشة. وأوقات العمل تكون على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع، وجميع الخدمات اللي نقدمها مجانية. نعم. وطبعا دكتورة فوزية، في كثير من الناس ما يعرفوا أن هاي المراكز خصصت لمتابعة حالات كوفيد 19، فإحنا يعني نتمنى منك أن توصلين رسالة للمستمعين أن في مستمعين يروحون لعيادة البرشة أو مركز البرشة الصحي عفوا، يقولون والله ليش المركز ما يستقبلنا، فإحنا نرد عليهم ونقول المركز ما يستقبلكم لأن المركز حاليا خاص بمتابعة حالات كوفيد الإيجابية. فنبغى منك أيضا رسالة للمستمعين وتذكير بهذه المراكز. نحن نقول عشان صحتكم وسلامتكم ولمنع انتقال العدوى في هالثلاث مراكز خصصت للحالات الإيجابية فقط. نعم. وأيضا نبي نعرف دكتورة فوزية، ما هي الخدمات اللي تقدمها هذه العيادات؟ أوكي، حسب البروتوكولات المعلنة عنها عالميا تتوفر خدمات الأشعة. كل مريض يجينا العيادة لازم نسوي له أشعة سينية للرئة عشان نشوف هل في التهاب رئوي أو لا. عندنا خدمات المختبر حسب تصنيف الحالات في فحوصات معينة لكل مريض. وبعدين عندنا الخدمات الدوائية، عندنا مضادات الفيروسات اللي هي جدا مهمة للحالات الإيجابية، والأدوية الثانية مثل الفيتامينات، المسكنات، أدوية الاحتقان. يعني ممكن الأدوية تختلف حسب كل حالة وشدتها. عندنا أيضا بعد تقييم الحالات خدمات التحويل للمستشفيات ومراكز العزل. نعم. طبعا هاي خدمات تعتبر دكتورة خدمات شاملة للمريض اللي قادم وفي حالة إيجابية لكوفيد 19. فنحن حين بنعرف كيف تمت الاستفادة من هذه العيادات في تقييم الحالات. العيادات جدا مهمة، وكل حالة إذا نقول المريض عنده أعراض لازم يقيم عشان أعطي علاج مناسب حسب كل حالة ولمنع حدوث أي مضاعفات رئوية. من المهم أيضا أخذ موعد والحضور خاصة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الربو والسكري واللي يأخذون أدوية مثبطة للمناعة وكبار السن. جدا مهم أني أقيم هالحالات قبل ما يدخلون في أي مضاعفات. نعم دكتورة، الحضور لهذه المراكز الصحية هل يتطلب موعد مسبق؟ هي نعم، عن طريق مركز الاتصال 800 DHA، أو إذا المريض يجي العيادة وحالته تستدعي أن نشوفه ندخلهم على طول.
يعني نقدر نقول دكتورة حسب حالته الصحية، يعني المريض يقدر يشوف نفسه إذا مثلا لا سمح الله غير قادر على التنفس أو حالته الصحية لا يعني لا يستطيع البقاء في المنزل، فممكن أنه يتوجه للمركز الصحي الأقرب له. بالضبط بالضبط، لمراكز التقييم. نعم نعم. دكتورة فوزية، بس بناخذ السؤال من أحد المستمعين على الرسائل النصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كان فيني كورونا وانهيت العزل المنزلي، اليوم هل من ممكن أخالط أهلي وألزم بلبس الكمام عند أهلي وبالذات والدتي كبيرة في السن؟ وشكرا لكم. إذا خلص 10 أيام عزل وما في أي أعراض عادي خالص، لأن فترة انتقال العدوى هي أول 10 أيام، لكن إذا خلص 10 أيام بعد في كحة مثلا شديدة أو حمى يفضل أن يمدد فترة العزل بعد 3 أو 4 أيام. نعم شكرا دكتورة. أيضا نرجع لفقرات برنامجنا دكتورة، أيضا ذكرت أن تم اختيار عدد معين من المراكز أو العيادات عفوا لتقييم حالات كوفيد-19 الإيجابية في هيئة الصحة بدبي. دكتورة لو نتكلم عن مدى يعني الأجهزة والكفاءات البشرية المتوفرة في هذه المراكز. الحمد لله يتوفر لدينا طاقم طبي متكامل، أطباء، تمريض، إداريين، موظفي الخدمات الطبية المساندة على مدار 24 ساعة. عندنا أيضا أجهزة المعدات الأساسية لتقييم الحالات، عندنا أجهزة متابعة العلامات الحيوية ونسبة الأكسجين في الدم، والحمد لله تم توفير أجهزة لمتابعة العلامات الحيوية القلبية خاصة المرضى اللي تستدعي حالتهم أن يتمون لأربع إلى ست ساعات يكونوا تحت الملاحظة. يعني نقدر نقول تقريبا جناح إقامة قصيرة لحين تحويلهم للمستشفيات. نعم طبعا دكتورة، مثل ما ذكرتي كل الكفاءات البشرية متوفرة وكل الأجهزة الحديثة اللي توفرونها طبعا للمريض جميعها متوفرة أيضا في المراكز الصحية قبل عفوا تحويلهم إلى المستشفيات. فدكتورة أيضا ذكرتي أن هناك طريقة للحصول على موعد لمراكز تقييم حالات كوفيد-19، ممكن نرد نذكر المستمعين بطريقة حجز الموعد عن طريق مركز الاتصال 800 DHA أو 800-342. نعم. والحالات اللي فيهم أعراض أو حالة متوسطة لشديدة ممكن توجه للمركز مباشرة. نعم دكتورة، المراكز ما هي الفئات العمرية اللي ممكن أنها تتوجه للمراكز الصحية الخاصة بتقييم حالات كوفيد-19؟ نستقبل مرضى من 6 سنوات فما فوق باستثناء الحوامل، الحوامل لهم بروتوكولات خاصة يتم متابعتهم في مستشفى لطيفة. نعم يعني الأطفال والكبار من يعني الأطفال من 6 سنوات فما فوق يقدرون توجه إلى المراكز الصحية. دكتورة بما أن أنتوا في قلب يعني مثل ما يقولون الحدث وفي المكان الأهم في الدولة اللي هو متابعة حالات كوفيد-19، نبي نعرف منك اليوم دكتورة نصيحة تقدمينها للمستمعين بخصوص الإجراءات الاحترازية وبخصوص كيف ممكن أنهم يعني يحافظون على صحتهم وسلامتهم حتى لا يصابون بكوفيد-19. انا انصح جميع مرضى الكوفيد بالالتزام بفتره العزل المنزلي، لان مثل ما قلنا علميا الشخص المصاب يكون معدي وناقل للمرض في اول 10 أيام. طبعا في كل بيت في شخص عزيز وغالي نبي نمنع اصابته بمرض كوفيد. نعم. وبعد أنا أتوجه من خلال منبركم هذا أن المريض الإيجابي ما يخاف، يروح لأقرب مركز تقييم يقيم حالته، يأخذ العلاج المناسب، يتبع خطوة العلاج اللي يعطيه الطبيب المعالج. لا قدر الله إذا حس المريض وجود أي أعراض ضيق تنفس يتوجه لأقرب مركز صحي أو يتصل بخدمات الإسعاف وهم يجيبونه هنا. صحيح. أيضا دكتورة فوزية، من الأمور اللي دائما يعني تتكرر كثير من التساؤلات حول موضوع المخالطين، يعني الشخص إذا كان هو مخالط وما عنده أعراض فيعتقد أنه شخص يعني بإمكانه الخروج من المنزل ومخالطة الناس، فشو تنصحين دكتورة في هذا الموضوع؟
لازم الشخص المخالط يتبع الإجراءات الاحترازية، يعزل نفسه، إذا ظهرت لديه أي أعراض سواء حمى، كحة، صعوبة في التنفس، يتوجه لعمل مسح PCR، لأن ممكن أي شخص مخالط خلال 4 أو 5 أيام تظهر لديه الأعراض. في وايد أشخاص ممكن يسوون المسوحات على طول ثاني يوم عقب المخالطة وتطلع لهم أعراض عقب ويتجنبون إعادة الفحوصات. نحن نقولهم لا، اليوم الرابع الخامس هو أنسب وقت لعمل مسح PCR. نعم. عشان تطلع النتيجة دقيقة. صحيح. أيضا دكتورة عندنا سؤال، وأيضا الأختام عندها سؤال. عندنا سؤال من أحد المستمعين يقول أنه مصاب حاليا، ويعني أكثر من حد سأل وحد قال أن أنت ما تحتاج أنك تسوي بعد ما تخلص 10 أيام في دبي، ما يحتاج إذا ما عندك أعراض أنك تسوي PCR. ويقول في بعض الناس يقول لا لازم أتريى 14 يوم ومن بعدها أتأكد أني أسوي فحص PCR حسب النتيجة اتخذ القرار. فشو دكتورة وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ نحن في هيئة الصحة بدبي فعلا بعد 10 أيام إذا ما في أعراض ما لداعي يجيب الفحص، لأن الكحة والحمى إذا كانت متواجدة معناته المريض بعد تعبان لا قابلية أنه يعادي الأشخاص اللي حواليه. إذا ما في أي أعراض خلاص يطلع من العزل بدون إعادة فحص PCR. نعم. وطبعا دكتورة حابين نعرف منك، احنا ذكرنا ان هناك مراكز صحية، فهل هناك اوقات معينة لعمل هذه المراكز الصحية، ساعات عمل المراكز الصحية هذه؟ مراكز التقييم عيادة البدع والخوانيج والبرشة تعمل على مدار 24 ساعة طول ايام الاسبوع. نعم. ودكتورة هذه المراكز الصحية هل تتوفر فيها خدمات مثلا نقول الأشعة، الصيدلية، يعني الأشياء الأساسية اللي يحتاجها مريض كوفيد 19؟ نعم بالضبط، الحمد لله كل الخدمات متوفرة وجميع الأدوية لحالات الكوفيد متوفرة، وحتى المرضى اللي مثلا موجودين في جناح الإقامة القصيرة أدوية اللي ممكن نعطيهم بالوريد أو لضيق التنفس كلها موجودة والحمد لله. نعم صحيح. دكتور أيضا من الاستفسارات اللي عندنا شخص يقول أنه أصاب ب هو أخذ الجرعة الأولى وبعد الجرعة الأولى أصاب بكورونا، وطبعا سوى الفحص PCR وطلعت النتيجة بوزيتيف. هل يعني متى ممكن الوقت اللي يأخذ الجرعة الثانية دكتورة؟ يعتمد على أي تطعيم ماخذ، فايزر، سينوفارم أو أسترازينيكا، بس بصفة عامة ماخذ الصيني دكتورة سينوفارم. إذا خلص فترة العزل يعني إذا موعد الجرعة الثانية خلال فترة العزل لازم يأجل. إذا موعد الجرعة الثانية بعد انتهاء فترة العزل ممكن يأخذ التطعيم. نعم هو بعد فترة العزل دكتورة، بس هو يعني السؤال إنه متى ممكن يأخذ الجرعة الثانية؟ لازم يأخذه خلال 2-3 أسابيع ما يأجل أكثر. نعم. بعد انتهاء فترة العزل. نعم شكرا دكتورة. وأيضا عندنا استفسار، السلام عليكم أنا سائح وين أقدر أخذ اللقاح؟ من شروط أخذ اللقاح في هيئة الصحة بدبي إن يكون له إقامة في الدولة. نعم. وطبعا دكتورة فوزية نبي نتكلم أكثر عن الخطة العلاجية اللي تقدمونها في المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي الخاصة بتقييم حالات كوفيد 19. هل هناك خطة علاجية معينة تتبعونها في هذه المراكز الصحية؟ نعم أختي، نحن نتبع البروتوكولات اللي أعلنت عنها هيئة الصحة، هي بروتوكولات محلية بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي وزارة الصحة، وكلها انأخذت من بروتوكولات عالمية. المريض لما يوصل العيادة نقيمه، نصنف حالته إلى بسيطة، متوسطة أو شديدة. الحالات البسيطة يأخذون الأدوية ويردون بيوتهم، الحالات المتوسطة والشديدة بعد تقييمهم إذا احتاجوا أن نحولهم لمستشفيات بالتعاون مع مراكز السيطرة اللي ترتب لهم أسرة في المستشفيات يتم تحويلهم للمستشفيات. وفي مرضى ممكن يطلبون مراكز عزل حسب رغبتهم، طبعا يتم تحويلهم لمراكز العزل.
نعم، وطبعا دكتورة هذه هي كل الخدمات اللي ذكرتيها اللي يتم تقديمها في المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، ضمن جهودها طبعا لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي. طبعا دكتورة شاكري لك اليوم تواجدت معنا في برنامج صحة وسعادة، شاكري لكم جهودكم المبذولة في كخط دفاع أول لنا. طبعا شكرا لك دكتورة على وقتك الثمين. العفو، جزاكم الله خير، وأنا أتمنى الصحة والسلامة للجميع، والله يعافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين إن شاء الله. اللهم يعطيك العافية دكتورة فوزية، شكرا، حياكم الله. العفو. اختيامنا قبل لا نختم، شو رايك تذكرين مستمعينا الاعزاء بمراكز فحص كوفيد 19 التابعه لهيئه الصحه بدبي؟ طبعا اخوي عبد الله، مراكز الفحص التابعه، احنا حابين ايضا اخوي عبد الله نذكر المستمعين باللي قالته الدكتوره فوزية، استشاري ومدير مركز البدع الصحي. الدكتورة ذكرت أن هناك مراكز معينة خاصة ب اللي طبعا حالاتهم يعني تقييم حالاتهم كوفيد تكون إيجابية، واللي هي مركز البدع الصحي ومركز الخوانيج الصحي ومركز البرشة الصحي. وطبعا أوقات العمل في هذه المراكز تعمل على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع، وطبعا يتم تقييم حالات في هذه المراكز إلى حالات بسيطة ومتوسطة أو شديدة أو حالات حرجة لا سمح الله. وطبعا ننصح المستمعين اللي تكون حالته يعني بسيطة ومب شديدة أنه يتصل على 803-42 لأخذ موعد في أقرب مركز صحي من المراكز الصحية اللي ذكرناها، وذلك لتقييم حالته الصحية. وخوي عبد الله طبعا تتوفر في هذه المراكز الصحية مثل ما ذكرت الدكتورة فوزية طاقم طبي متكامل من أطباء تمريض وإداريين وموظفين يقدمون الخدمات الطبية المساندة من أشعة ومختبر وصيدلية على مدار 24 ساعة مثل ما ذكرنا. نعم، أعطيك العافية أختي آمنة، ومع فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وعيادات تقييم حالات كوفيد 19 الإيجابية، مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الفقرة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأيضا كانت معنا الأخت آمنة العلي. شكرا لك أختي آمنة، أبدعتي. شكرا لك أخوي عبد الله. الله يحييك، وتقبلوا تحياتي مستمعين الأعزاء، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.